ومشاريع للبنى التحتية لتعزيز صمود أهلنا في الأراضي الفلسطينية. إننا نعتبر هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة وعلى بقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته. هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية، وهي مخالفة أيضا للاتفاقيات الموقعة معنا. من جانب آخر، فإن ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيكل تعويضا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، هذا الإجراء غير قانوني وغير شرعي ولا نعترف به.